اهلا وسهلا بيكم، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله هنكون مع بعض باذن الله النهارده بكره باذن الله، وكمان لو يوم السبت لسه بنواصل معاكم ولسه مش العيد، يبقى ان شاء الله في حلقه مميزه. اما في العيد حلقات هتكون كلها مميزه، يعني هكون معاكم في الثلاث ايام العيد. فبالنسبه للعيد ان شاء الله هنكون مع بعض وهتبقى حلقات مميزه ان شاء الله. دلوقتي هنتكلم مع بعض على الحلقات اللي احنا او حلقتنا فيها ايه النهارده. في ايمي من اسكندريه بعتت ايميل فبشكرها عليه جدا جدا، وكمان سليم الاخضر، واتمنى تكون نوها شافت امبارح الكعك الفلسطيني اللي احنا عملناه، وهبتدي بطاجن مغربي من لحمه. بالنسبه للطاجن اللي هنعمله هيكون لحم مفروم، عباره عن لحم مفروم بحط عليه بقدونس وبصل بهارات وفلفل وشطه وقرفه وشويه صغيرين من البابريكا، ودول بخلطهم مع بعض علشان اعمل الكفته. بستعمل اللحمه المفرومه اللي بستعملها بيكون فيها نسبه دهن شويه على اساس ان انا هشويها، فهتدي طعم ونكهه. ممكن اشويها على الشوايه، او لو حبيت ممكن تتشوي في قلايه لو حبيت احطها في قلايه او في الفرن. ديت هنعملها ان هوت احجام متوسطه، هنا اهو نحطها هنا اهو، بنسويها على الناحيتين، وبحاول اسويها تقريبا 3/4 سوا، يعني نحطها هنا اهو. بعد ما بنحط كل البهارات ديت وبنسويها عليها نحطها هنا، واثناء ما هي بتستوي هنعمل لها صلصه. وفكره الصلصه نفس الشيء، صلصه الطماطم بحط عليها ممكن نفس البهارات اللي انا بستعملها هنا مع اللحمه، ومعاها شويه من الطماطم الطازه، بسيبها لغايه لما ديت تتماسك وتبقى غليظه او سميكه، وهيبقى عندنا الطاجن بيتعمل من اللحمه اللي هي الكفته اللي عملناها زائد الطماطم، وممكن نحط عليها بيض. وهناخد اتصال. الو الو، ناخد هنا اهوت نعمل الطاجن. هيبقى عندنا هنا الطماطم بنقطعها حلقات، عندي الطماطم متقطعه حلقات، وعندي اللحمه اختصارا للوقت اهوت بيكون اللحمه والطماطم ديت بحطها، وبنحط معاها صلصه الطماطم. نحط شويه هنا من صلصه الطماطم بكفايه في النص، شويه في الجنب كمان على اساس دي اللي هتسويها الطريقه دي، وبكون لحمه متسبكه قبلها. ونكمل بقيه الكفته، ممكن تكون كفته فراخ لو حبيتوا، بسويها هنا اهو. ولو حابين ممكن نضيف عليها كمان شويه من البروتين الحيواني زي البيض، ممكن نجيب هنا بيض نرصه في الجنب على اساس بيكون مسلوق وبيكمل تسويته. لو عايزين البيض يكون ليه طعم او نكهه، لو حبيتوا تسووه في ميه بزعفران او تخلوه زي ما هو كده، ممكن ننكه دول بطماطم واخدهم هنا نوديهم الفرن ونشوف شكلهم بعد ما يستووا. نجهز لهم مكان هنا اثناء ما احنا بناخد اتصال. الو الو الو، اهلا يا فاطمه. اهلا يا فاطمه، معذره يا اخت فاطمه، الاتصال ما تواصلش معانا فاطمه. فاحنا عندنا الاختيارين هنا اهوت، ان احنا ممكن بنعمل واحده بحط عليها البيض واسويها في الفرن، يبقى عندنا الشكل دوت بتاع الكفته نفسها، والكفته دي ممكن تتقدم مع خبز، او بحطها ككفته دجاج. لو ما كنتوش تابعتونا من الاول انا قلت ان انا بسويها، يبقى انا عندي هنا اهوت بستعملها متعدده الاغراض، يعني بعمل الكفته وباخدها هنا اهوت بشويها، وبعمل صلصة الطماطم. يبقى انا كده عندي صلصة طماطم وكفتة. لو عايز اعملها مع مكرونة بحط المكرونة وبضيف عليها الصلصة، لو عايز استعملها مع رز بضيفها مع الرز، او لو حبيت اقدمها كده. بس احنا قلنا نقدمها مع خبز عربي، والنهاردة هنعمل مع الخبز العربي نوع من انواع الاملت هيكون فكرتها للسحور. تعالوا نشوف المسحرات يعملين ايه، ونواصل ونشوفكم على خير بعد المسحرات. اصحى يا نايم وحد الدايم،
بالنسبة للأومليت سهل سريع وبيتعمل من البيض، ممكن ادخل عليه شوية من طماطم جبنة ذرة، وبعد كده بخليه جاهز في التلاجة عندي. لو حبيت اسخنه بسخنه في قلب القلاية، وبعدين نملحه بشوية صغيرين ملح والفلفل. والفكرة فيها ان انا ما عنديش وقت كتير للسحور، فاذا لو عندي الأومليت جاهز باخده مع خبز عربي. بنجيب الخبز العربي وبحط دوت اكنه هعمل سندويتش كبير او زي فكرة البيتزا محطوط عليها، بس بنحط له حشوة على اساس يبقى الطبق فيه كل حاجة، جزء منه فيه سلطة، جزء يبقى فيه الأومليت، وجزء يبقى فيه الخبز، وبعمله أكنه سندويتش، ويبقى دوت طبق سهل سريع بسيط ممكن أقدمه للسحور وبالهنا والشفا. دلوقتي قبل ما نروح الفاصل قلنا نعمل مع بعض الكفتة. الكفتة اللي عملتها كانت كفتة دجاج، والفكرة فيها إنها معمولة فوق كانت كفتة لحمة، لأن كانت حصة من قطر بتقول بتعمل كفتة دجاج وبتطلع ناشفة. فإذا ممكن بعد ما تعملي الكفتة وتسويها بالطريقة ديت حطي عليها صلصة قبل ما تدخليها الفرن، فدي تكون طريقة من الطرق اللي ممكن تخليها عندك وتفضل الكفتة طرية. أما في كانت نهى طلبت امبارح قلنا على الكحك الفلسطيني، وكان جنة طلب على من هنادي قالت عايزة الكشري الاسكندراني، وكل الظروف خلتنا نأجله أكتر من مرة. فالنهاردة هنعمله وهو بسيط وسهل وسريع. بجيب هنا زيت بحمر فيهم بصل، بجيب زيت أحمر البصل يدوبك بس يدبل شوية، وبعدين بستعمل نوعين عدس، نوعين بقول، واحد بيكون العدس الأصفر أو العدس الأحمر، ده بيتحط في قلب مية بيتغسل تشطف، وبعد كده بستعمل رز، الرز بيكون اللي هو الرز الصغير اللي هو الرز المصري، برضو نفس الشيء بغسله وبتخلص من المية اللي فيه. فدوت هيبقى الاساس في الخلطة هنا هو. تبقى انا عندي البصل هنا هو والعدس اللي انا حطيته في قلب المية والرز، بحطه هنا هو في قلب، بحط العدس مع البصل وشوية الزيت، وبعدين بنحمر معاهم الرز. يعني دي حاجة بسيطة جدا، وزي ما قلنا ان احنا هنكون معاكم النهاردة ومعاكم بكرة ان شاء الله ويوم السبت، وهنكون معاكم في العيد. ففي طلبات جات لنا، ففي كانت اختم ابراهيم امبارح طلبت الخبز بالتمر، فتشوفوا مقاديره دلوقتي اثناء ما انا بعمل ان هو شوية من الملح، نحط شوية ملح هنا، وبعدين بنحط عليه مية وبطبخه زي ما بطبخ الرز، المية من المية كافية، شوية صغيرين كمان يدوبك للعدس وللرز، وبعد كده بسيب دوت يستوي زي ما بنسوي الرز، بمجرد ما بيغلي بنهدي عليه النار، وبيكون ده الفكرة بتاعة الكشري. يعني الموضوع بسيط ودوت بيكون الفكرة، بس نفكه من بعضه ينوت قبل ما نقدمه. هجيب طبق للتقديم، وبيتقدم مع صلصة. الصلصة اللي هنعملها تكون صلصة طماطم. فكرة صلصة الطماطم بتكون صلصة طماطم بسيطة، انا بستعمل طماطم فيها قطع من الطماطم، حط الكشري اهو، ممكن نزينه بشوية طماطم، ما بنحطش معاها بصل، البصل بتحمر جواه. اما الطماطم اللي هستعملها هنا بتكون طماطم اللي هي قطع، طماطم فيها صلصة وفيها قطع، معاها كمون ومعاها ملح، شوية ملح، شوية بهار اللي هو الفلفل. لو عايزين تحطوا فلفل حار او حامي ممكن تضيفوا عليها، ممكن بتضيفوا عليها شوية صغيرين هنا من الزيت وانتوا بتسووها. في ناس بتحب تحط خل، فدوت يكون اختيار من الاختيارات. بنسيب الطماطم لغاية لما بتتسبك، وبتبقى ده الفكرة بتاعتها. ممكن تحط مباشرة على الكشري، او بنخليها هنا هو على جنب بنقدمها ونخليها كاختيار لكل واحد حابب ياخدها ازاي. فنحطها هنا هو، فدي بتكون الفكرة، وممكن نحط شوية على الكشري نفسه. فبالنسبة للسلطات والحاجات اللي احنا عملناها خلال رمضان، كل الحلقات نزلت على الفي او دي على الفيديو اون ديماند. وبالنسبة للحاجات اللي طلبت مننا هنعمل معاكم لسه بسكوت، احنا بدنا ندخل في موضوع العيد والكحك والبسكوت والغريبة، هناخد فاصل ولما نرجع هنواصل معاكم وهنعمل فقاس اللي هو بسكوت على الطريقة المغربية. نشوفكم على خير ان شاء الله. اهلا بكم. النهارده هنعمل مع بعض
نوع من أنواع الحلويات اللي هي المغربية. هنعمل مع بعض الفقاس، بيعتبر بسكوت اللي هو زي البسكاتي اللي هو بيطبخ على مرتين. الأساس في المكونات هيبقى فيها اللوز، الروح الليمون أو الطعم اللي بيجي من الحمضيات هيكون برتقان، البيض صفار والبيض كامل، وهنستعمل ينسون، ممكن نحط ينسون صحيح، بيكنج باودر، فانيليا وسكر. ديت اول نخفق البيض ينوت على اساس ان احنا عايزين ندخل فيها كميه هواء على قد ما نقدر، فنحط ينوت البيض، هستعمل زي ما قلت البيض كامل هنا، وكمان بضيف عليهم 3 صفار، يبقى 3 بيضات و3 صفار، وبنخفقهم. اثناء ما بنخفقهم عايزين ندي طعم ونكهه للبسكوت نفسه اللي بنعمله، فهنستعمل السكر، وهنكه السكر باني احط عليه بشر من البرتقال وبشر الليمون. نجيب هنا اهوت البشر هنا على اساس ان دوت لما انا هنكه السكر هيبقى طعمه برتقال، هيدوب في كل البيض اللي عندي، فبالتالي هيديله طعم كسائل بشر ليمون وبشر برتقال. نحطها بالطريقة ديت، كتروا الليمون او البرتقال حسب ايه المفضل ليكوا اكتر. وبعد كده باخد ده ادخل السكر يمتص كل الروايح اللي موجودة في البرتقال او الليمون. يبقى انا عندي حتى السكر ده ممكن نخليه على جنب، نحطه في قلب صينية على ورقة، وممكن لو حبيته شاي بليمون او شاي بالبرتقال ممكن هو ده السكر اللي تستعمله. فبيكون في فترة هنا البيض كمان ابتدى يرتفع لان محتاج ادخل فيه شوية هواء، بنضيف السكر. وبعد كده بنحط المنكهات، بنحط فيه لسه عندنا ينسون وفانيليا، ممكن ناخد هنا الدقيق، بحط عليه شوية صغيرين من الملح، ينسون بستعمله صحيح، وبحط معاه شوية هنا من البيكنج باودر، ممكن نستعمل شوية صغيرين من الفانيليا، ده بقى منكه نفس الشيء. هنا محتاجين ان احنا نشوف السرعة، انا كنت ضربت بيها البيض كانت سرعة عالية والبيض كان اصفر، الصفار فيها صفار اكتر، فدلوقتي زي ما احنا شايفين بقى لونه اصفر بهتان او اصفر باهت، هو دوت اللي انا عايز اوصله على اساس انها بعد كده على سرعة متوسطة بضيف الباقي من الدقيق، يعني بحط الدقيق كده بقى على سرعة متوسطة علشان يدخل او يتداخل جوه هنا هوت مع الخليط. نحط الدقيق اللي هو اتحط عليه الفانيليا وتحط عليه كل حاجة، واثناء ما هو بس بنخفق واتأكد ان كل حاجة تدخلت، هنعمل جهز القالب اللي هحطه فيه. بقى هحطه في قالب توست، بجيب قالب توست بدهنه بشوية من الزبدة، شوية صغيرين من الزبدة، وبعدها بحط شوية دقيق على اساس نحط شوية دقيق هنا، وبحط القالب بالطريقة ديت. ما بحطش كمية كبيرة، انا عايز احط حاجة صغيرة. وجميلة بتقول لي دي الحركة الوحيدة اللي مش عارفة تسويها، ما عرفش اذا كانت كل الحركات التانية اللي احنا عملناها بتعملها ولا لا، بس بتقول لي ما تعرفش تعمل الحركة دي. فدلوقتي بحط هنا الزبدة او السمنة بعد ما بدهنها، والفكرة فيها عشان ما يلزقش اي حاجة، ودي الزيادة بتخلص منه هنا. وبعدين بجيب العجينة اللي احنا ضربناها، بس اتأكد انها كلها بتنزل مرة واحدة، وبعدين نفتح المكنة. ده بيكون العجينة بتاعت اللي هو البسكوتي. طبعا ديت ممكن تتحط على اكتر من قالب، فناخدها هنا اهو ونبتدي نحط، احط بس جزء صغير مش هحط كمية كبيرة، احط ده هنا اهو، وبحط شوية في القالب بالطريقة ديت، يدوبك ممكن معلقة او اتنين، يعني الكمية دي ممكن تعمل لي 3. وده بحط معها لوز، ممكن بنحط اللوز على اساس اتأكد ان هو ما ينزلش كله تحت، حط شوية هنا اهو، وبجيب بلاستيك
وأساوي بيه على أساس تبقى سهل عليا. عندي هنا ورقة بلاستيك أستعملها أو بستعمل جوانتي، ناخدها بالطريقة دي وبضغط عليها، أتأكد إن أنا كله تداخل مع بعضه، وبدخل ديت في فرن بيكون حرارته 170، وبسيبها في الأول يعني بتطبخ على مرتين، فبسيبها الأول حوالي نص ساعة. نفردها بالطريقة دي وبحطها في الفرن. بعد ما بطلعها أتأكد إنها البيكنج باودر هتطلع أو البيكنج باودر اللي أنا حاططها هتطلع من الجناب، وكل دوت متغطي. لو في حتة عايز أحطها هنا أضيفها عليهم بالطريقة ديت، وما أحطش كمية كبيرة، هحطها في الفرن. لما تطلع من الفرن عايز أسويها مرة كمان، فلما بتطلع ده بيكون بتعلى شوية ما بتعلاش كتير، ده الارتفاع بتاعها مش أكتر من كده. وممكن قبل النص ساعة أطلعها أدهنها بيض وأدخلها الفرن مرة كمان، أو أدهنها من الأول خالص. يبقى عندي هنا شبه كيكة، تقريبا شبه جاهزة إنها تتقدم ككيكة، لكن أنا عايز أعملها بسكوت اللي هو البسكوتي. فبالتالي بجيبها وأقطعها وبستعمل سكينة مشرشرة. يبقى دلوقتي بتكون لسه من جوه طريه، نقطعها بالطريقه دي وبعدين بحطها في الفرن مره كمان. الفرن في الحاله ديت بهديه، حرارته بتبقى 140. باخدها من هنا اهو وبتبقى لسه طريه، بحطها في الفرن مره كمان حوالي 5 دقايق من كل ناحيه بس علشان تنشف. يبقى انا بتخلص من كل البخار اللي بتطلع كل الميه اللي فيها، وبسيبها لغايه لما تنشف. فاللون بتاعها بيغير، يعني دوت هو نفس اللون بتاعها، يعني دوت كان الاساس فيها اللون بتاعها. او لو بصينا للعجينه كانت عجينه حطيناها بقت زي الكيكه، فدي طريه. بعد كده ما بحطها في الفرن بقت ناشفه، يعني ديت بقى البسكوت البسكوتي ده لسه زي الكيك. فدوت الفكره والفرق ما بين الاثنين. ودوت اللي هو في الحاله دي اللي هو الفقاس المغربي. ناخد هنا هو نجيب طبق، ممكن طبعا يتقدم مع شاي مغربي، وممكن لو حبيته تعملوا منكهات تانية ممكن تضيفوا عليه زبيب لو حبيته. دي حاجة من الحاجات اللي ممكن تعملوها أو تستعيدوا عن الأنواع اللي احنا عملناها بأفكار تانية، وممكن تضيفوا أكتر من البرتقال أو الليمون. أتمنى الفقاس دوت يعجبكم ينال رضاكم، وهنتابع ونواصل معاكم ونشوفكم على خير. نوع من انواع الحلويات اللي هي للعيد غير البسكوت، احنا عملنا البسكوتي اللي هو مغربي، لكن هنعمل باريس بريست، نوع من انواع العجين اللي هي الشو، اللي ممكن يبقى اكلير، ممكن يبقى كريم باف، وممكن يبقى اكتر من نوع. تعالوا مع بعض نشوف عجينه الشو ممكن يتعمل منها ايه، ونواصل ونتابع معكم. أهلا بكم. الحلويات الغربية بتبقى مميزة بالفاكهة، بيبقى فيها فاكهة أكتر من الحلويات الشرقية. بطبيعة المكان بتبقى عندنا حلوياتنا الشرقية تحط فيها مكسرات، حاجات جافة. الفاكهة حتى لو استعملناها بتبقى فاكهة جافة، معظم المنطقة صحراء بتبقى مختلفة شوية، وقليل لما بنضيف عليها الفواكه. وفي أنواع من المعجنات بصرف النظر إنها إذا كانت كيك أو حاجة معمولة بالكنافة أو بالبقلاوة بتبقى عامل مشترك، يعني ممكن حتى تتقلي. في نوع من انواع العجين زي فكره اللي احنا بنعملها اسمه بلح الشام. بلح الشام لو اتعمل بيبقى من عجينه، العجينه اساس فيها بتبقى تطبخ على مرحلتين. المرحله الاولى بتبقى على النار، يعني هنا بيبقى فيها حليب وبتحط على النار، او ممكن اللي هو بيكون ميه، وبتحط معاها شويه من الزبده يعني، وفي ناس بتحط ميه مع زيت، لكن ده الاساس اللي هو بيبقى الفكرة في المكونات الأساسية اللي هي بتتحط هنوت في الأول على أساس إن تسخن. ولو حبينا نعمل ديت عجينة بلح الشام بتبقى مسكرة
بس السكر بيبقى لما بحطه في القطر، يعني مش بضيف سكر وانا بطبخه. فاذا العجينه بتحط عليها شويه ملح صغيرين، لو الزبده اللي بستعملها ما بتكونش مملحه، بنحط نوت الزبده وبسيب دي تتبخر شويه، اللي هي العجينه اللي بتتسمى الباتاشو او الشو، عجينه بارده او العجينه ديت الشو اللي انا بعملها، اللي ممكن استعملها للبلح الشام، وبعدين بتتقلي في الزيت اللي احنا نعملها تتحط في قلب الفرن. ونتكلم على الانواع المختلفه اللي بتعمل منها. بمجرد ما بتبتدي تغلي نوت المكونات اللي هو الدقيق الزبده مع الحليب، ممكن استعيد عنها زي ما قلت بميه وزيت لو حد فيجيتيريان مش عايز ياخدها. اول ما بشوف انها ابتدت تغلي بضيف هنا اهوت الدقيق، يعني بقلبها بضيف الدقيق انها كلها تتماسك مع بعضها وتبقى كتله واحده. بقلبها بالطريقه ديت وتبقى كتله واحده كلها، بتبقى ديت الفكره بتاعها. بطفي عليها النار لغايه لما اتاكد انها كل الدقيق بقى في العجينه نفسها اللي هي بتبقى عجينة الشو. يبقى ديت عجينة الشو بالفكرة ديت، بتتحط كلها هنا هوت، بسيبها تبرد شوية. على أساس ديت بضيف عليها البيض، والبيض اللي هضيفه بيكون بيض تدريجيا، يعني بحط البيض تدريجيا. يبقى ديت، وأفضل إن أنا أستعملها لو عندي قلاية يعني أو حلة بتبقى مرتفعة زي كده. ديت بتتلم كلها زي ما احنا شايفين، بتبقى في حتة واحدة في العجانة او في الحلة او الوعاء اللي انا بستعمله. بسيبها تبرد شوية، مش بسيبها تبرد كتير، بس درجة حرارة تبقى مناسبة ان انا لما اضيف البيض ما يستويش، يعني العجانة اللي انا حطيتها بتكون لسه، يعني حتى العجينة هوت لما بمسكها نوريكم كده هوت، بمجرد ما بمسكها بتبقى الفكرة كلها بحس انها كلها بقت كتلة واحدة ومتماسكة مع بعضها، وبالتالي مع تحريكها كده بتبرد شوية. وعشان العجينة بتبقى كتلة واحدة هتتفك من بعضها لما بضيف البيض. نضيف هنا هو، نسيبها برضو يطلع منها شوية من البخار عشان درجة الحرارة تنزل شوية، وبعدين ببتدي أضيف البيض تدريجيا. نضيف هنا البيض، بمجرد ما بتنزل أول بيضة وتتداخل بحط نفس الشيء تاني بيضة. وعشان بالمكنة لو بإيدي هتاخد مني وقت أطول، ولو بإيدي يفضل إن أنا ما أعملهاش في نفس القلاية، زي ما شفنا إن القلاية كلها ما بقاش فيها خلاص أي دقيق هنا، بس بتبقى سخنة لسه سخنة. لو حطيت البيض ممكن يبقى زي البيض المقلي، أنا عايز أسويها تبقى كلها عجينة، لأن العجينة دي بتبقى ألاستيك، يعني بتبقى مطاطية شوية. نعلي عليها السرعة شوية، وكل مره بنعملها مع بعض بوريكم الخطوه ديت، اللي هي في ناس بتقلق من موضوع انها تشوف العجينه قطع بتتفكك من بعضها، لكن بتنضم تاني لبعض بعد الخفق وبعد ما بتدخل كلها في بعضها. نحطها هنا اهو لغايه لما بتبقى عجينه ملساء خالص. نسيبها هنا، نضيف عليها اخر بيضه، ودي بتبقى كل مرة بتتفكك، كل مرة بعد كده بتتلم تاني وبتبقى عجينة مطاطية. وأهم حاجة مبقاش فيها أي كتل، بتبقى ملساء، يعني ديت كده فكرة عجينة الشو، يعني ديت علشان نقول ديت عجينة الشو الناجحة، ديت بتبقى الفكرة بتاعتها زي الكاسترد شوية بس أجمد وبتبقى مطاطية. ديت ممكن أسيبها تبرد قبل ما أستعملها، وبعدين ممكن تستعمل بأكتر من حاجة. الفكرة في العجينة نفسها، لو أنا عملتها بالطريقة ديت، جيت هنا هوت وعملت العجينة بالطريقة ديت، جبتها هنا وفردتها وسحبتها لغاية هنا كده، ديت بتبقى بيتسمى إكلير. ولو عملتها بالطريقة ديت بتتسمى الكريم باف. و في حاجة ما بين الاثنين، ان انا نفس العجينة ممكن اعملها وبعملها بحجم اكبر شوية، يعني بعملها كده اهو وتبقى زي دايرة او حجم اكبر شوية. متأكد انها معمولة بالشكل ده، ودي الدايرة اللي هي بتبقى اسمها باريس بريست. باريس بريست اللي هي
بتنفش يعني ديت في الحالتين في كل الحاجات ديت بتنفش وبتعلى. هنستعمل انواع مختلفه من المكسرات. بجيب شويه هنا من اللوز مش مستوي على اساس اسويها في الفرن معاها، وممكن دول اللي هم يدخلوا الفرن. يبقى لما بيبقى شكلها كده كلير ممكن تتحشي كاسترد، ممكن الكريم باف بتتفتح وتحشي شويه من الكريمه اللباني، وباريس بريست بتتحشي من الكريمه وبيتحط معاها فاكاتازا. يبقى دي كده فكره العجينه بتدخل الفرن، وده اهم حاجه. ما بحطها في الفرن بيكون فرن مرتفع الحراره، ممكن احطها 190 او 200، بمجرد ما بتحمر وبتعلى على اساس انها كريم باف بتباف بتطلع لفوق، عايز احافظ على الارتفاع دوت عشان تبقى مهويه من جوه وفاضيه من جوه، بوطي الحراره ل 170 او 180 وتكمل سواها. ممكن في اول مرحله تاخد حوالي 10 15 دقيقه، وتاني مرحله من 5 ل 7 حسب حجم العجينه اللي انا بعملها ايه. فديت ان هوت اللي هو الباريس بريست اللي احنا عملناها دي، بتكون الفكره بتاعتها بتبقى زي ما قلت هشه وهوائيه، واللوز اللي فيها استوى ولزق لانها مش محتاج احط لها العجينه، بتبقى طريه. دي بتتفتح هنا على اساس نحشيها من جوه، ممكن نعمل لها حشوات مختلفه. فدوت زي ما احنا شايفين بقت فاضيه. تخيلوا الاكلير بيتحشي بقى من جوه كاسترد بالطريقه ديت، او الكريم باف محشي بنفس الفكره وبيبقى فاضي بالطريقه ديت. لكن الحشو اللي احنا هنعمله، هنعمل خلطه مختلفه هنا، نحط شويه هنا من الكاسترد. ممكن لو عايزين تستعملوا كريمه لباني ممكن تستعملوا كريمه لباني. وطالما انا حاطط لوز من فوق عليها، قلت اخلي طعم تاني ونكهه تانيه تتحط معاها، واستعمل مثلا نوع. ممكن لو عايزين تستعملوا الشوكولاته اللي هي بالبندق ممكن تستعملوها، او ممكن لو عندي هنا شوكولاته بالبندق سايحه نحطها هنا اهو، نحط شويه عليها. وديت هنخلطها هنا اهوت، ونعملها على اساس تبقى دي الحشوه اللي هو كاسترد مع البندق. لو حبيت نستعمل مكسرات تاني، يبقى احنا عندنا اللوز محطوط من فوق، نجيب دول نخلطهم مع بعض، نقلبهم كويس، كل دول اندمجوا مع بعض. احطهم هنا في قلب كيس الحلواني، ونحشي بيها الباريس بريست. لو عايزين تحشوها كريمه لباني ممكن تبقى كريمه لباني اللي هو كريمه مخفوقه، نحطها هنا اهو. وبعدين بضيف عليها كل ده هنا اهو، ودي هتبقى الحشو. نجيب مقص ونحطها في قلب الطبق مباشرة اللي هنقدمها فيه. نجيب الطبق اللي هنقدمها فيه، نحط القاعدة الأول، وبعدين بحط الحشو هنا اهوت، نملاها بالكريمة تحط بالطريقة ديت. لو عايز اخلي النص بحيث ان النص دوت احشيه كريمه لباني مخفوقه، ممكن اعمل كده. ممكن ازود في الحاله ديت الفاكهه، عندي شويه هنا من الفاكهه، ممكن استعمل كيوي، احط شويه هنا من الكيوي. وانا بعملها بتخيل هديها غطا، هتتغطى، فبعمل الالوان علشان تبان الحاجات ديت من الحروف. يبقى الكيوي من بره، وما بين الكيوي ممكن نحط شويه هنا من البرقوق. نجيب البرقوق هنا اهو، نحطها بالطريقه دي. يبقى ديت شكل تاني هنا اهوت. وبعد كده ممكن نستعمل فاكهه زي الفراوله او التوت، ممكن حتى نحشي بيها من جوه، او ممكن نحط كمان كام قطعه هنا من الفراوله نكسر بيهم الالوان ديت، نعمل وحدتين او واحد من الفراوله. وبعدين بنجيب الغطا اللي احنا هنحطه عليها، بجيب الغطا واحطه هنا. لو انا مش هقدمها على طول، عايز تحافظ على اللون بتاع الفاكهه، فهعمل ايه؟ هجيب شويه مربى مشمش، وبعدين بدهن الفاكهه كده علشان تلمع. شويه مربى مشمش ممكن تحط عليها شويه صغيرين من الميه،
حطيه اهو، فدي تفضل موجوده عندي بس ما بحطهاش، ما بخليهاش تلمس العجينه نفسها، وزي ما قلت بزق كده عشان كل دوت يبان. بنجيب الغطا نحطه هنا، وعايز الغطا يبقى لونه مختلف، وهحط فاكهه تانية. يبقى الون الغطا الاول بشويه هنا من السكر البودره، وفي النص ممكن نحط كميه من الفاكهه، ممكن احط شويه هنا من الفراوله، او ممكن نقطعها، نجيب سكينه صغيره اقطع الفراوله نصين، نحط نص هنا ونص هنا. ممكن استعمل حاجه زي الكمكوات، ممكن يبقى عندي توت نفس الشيء، توت اسود بالطريقه ديت، او البلو بيري، نحط شويه بحيث يبقى عندي خلطه من كل حاجه. ممكن نكسر اللون دوت بممكن حته كيوي صغيره كلون اخضر هنا، وحته من نفس الشيء بحط على كل دول شويه صغيرين للتلميع، على اساس لو انا عايز اخليها تفضل عندي لمده اطول. لو حسيت انها بعد شويه، يعني انا لو عملت ديت وسبتها شويه، اللون بتاع بتتشرب السكر، فالسكر اللي موجود ما بقاش موجود بنفس الكمية، فبرجعها تاني من غير راعي ان انا ما بغطيش الفاكهة، نحطها هنا في الجنب. ولو اتعملت طازة هيبقى دوت شكلها، وديت اللي هي بتتسمى باريس بريست، من نفس العجينة اللي بتعمل منها الشو او اللي بتعمل منها الحشام، بس دي بتتخبز في الفرن، التاني بيتقلي في الزيت. جربوها وان شاء الله تنال رضاكم. مخرجة مساعدة مخرج وعندكم كمان. من الحلويات المشهورة ومعروفة الغريبة، وإزاي بتتعمل؟ بتتعمل مرة بالزبدة، ممكن بالسمنة، هنعملها بطريقة مختلفة ونديلها منكهات ونديلها ألوان. تعالوا نروح الميدان سوا مع بعض ونعمل مع بعض غريبة دلايد. من احلى البسكوت او نوع من انواع الحلويات اللي هي الغريبه. الغريبه بتبقى حاجه يعني حتى بيدوا بيها الامثال، زي الغريبه بتبقى حاجه ناعمه معمول فيها الزبده والسكر هم الاساس، والسكر بيستعمل سكر بودره. الفكره في العجينه نفسها كميه السكر كنسبه وتناسب مع الدقيق بتبقى نسبه عاليه بالمقارنه للعجائن التانية، وبيستعمل معاها زبده او سمنه. في حالة ان انا لو استعملت السمنة ببقى محتاج شوية سائل، لان الزبدة بقى فيها مية، السمنة مبقاش فيها مية، فاذا ممكن اخلي الطعم الحلاوة بتاعتها تيجي من حاجتين. يعني بنجيب نوة السكر نخلطه مع الدقيق، سكر البودرة مع الدقيق، ممكن احط زي ما بنعمل في العجينة العادية اللي هي البيتي فور او اي عجينة فيها سكر، ممكن احط السكر مع الزبدة الاول، لكن زي ما قلت ان هي سمنة وما فيهاش ميه، فبحط هنا السمنه مع السكر ومع الدقيق، بحط كل دول هنا، وبعدين بخلطهم على بعض واحط لهم سائل هيكون شربات او قطر. نخلط العجينه هنا، وبمجرد ما احس انها بتتداخل مع بعضها، يعني انا بشوفها بتبتدي تبقى كتله واحده ما بتحتاجش تتعجن لمده طويله، بمجرد ما بحس انها ابتدت تتجمع كلها مع بعضها بحط شويه صغيرين هنا من القطر، وبتبقى العجينه نفسها طريه، بسيبها شويه تتماسك على اساس انها بتحتاج انها تتلم كلها كجزء واحد او ككتله واحده. نحطها هنا اهو، نزود عليها السرعه شويه، وبتبقى ديت عجينه الغريبه اللي هي العجينه الناعمه. ده شكل العجينه، نغطي عليها. شكل العجينة لما بمسكها بتبقى زي ما احنا شايفينها ناعمة، يعني كلها بتبقى ماسكة في بعضها. ديت اللي بشكلها، كمية السمنة
والزبدة اللي بستعملها بتكون عالية مع كمية السكر. وبحسها بإن لما بمسك العجينة بتبقى لو سبتها تنشف شوية بحتاج إن أنا أبتدي أعجنها مرة كمان. عجنتها بتبقى مختلفة يعني باخدها كده عشان بس أطريها يعني باخدها كده وقت عشان أطريها. السمنة اللي فيها بتكون مسكت شوية فكده لما بعملها بتبقى سهل عليا إن أنا أشكلها. فزي ما احنا شايفين العجينة طرية بس نفس الوقت ما بتلزقش في الإيد. ديت ممكن نشكلها بحاجات كتيرة جدا، ممكن أخدها هنوت ونشكلها ككور. الكورة بنعملها كوباية، نعملها كده ككوباية على أساس تتحشي. نجيب دي نحطها فيها الحشو، وممكن بنحط هنا قشطة، نجيب قطعة من القشطة تتحط جواها، معلقة قشطة طازة تحط جوه العجينة. والقشطة الطازة عادة ما بنحطش في الجلاش، ما بنحطش في البقلاوة، ما بنحطهاش في الكنافة، لسبب لأن بيبقى فيها مية، لكن عشان العجينة دي بتبقى صماء هتقفل عليها فممكن أعمل كده ما فيش مشكلة. فبنقفل العجينة هنا اهو، وديت بنحط عليها فستق. يعني بعد ما بقفل العجينة بنحطها هنا في قلب الصينية اللي هنسوي فيها، بنحط عليها فستق من فوق. وكنت ممكن لو عايز احط في الحشو فستق كمان ممكن نعمل كده. بقيه العجين ممكن في اللي هو روح النعناع، لونه اخضر طعمه بيبقى مميز ومختلف، ممكن احط على العجينه. العجينه بتبقى متقبله انها تحط عليها الوان. ممكن استعمل فراوله او لون الفراوله، او ممكن استعمل كاكاو او بن ممكن تتحط عليها، وحتى شوكولاته. فيبقى عندي هنا الالوان بتاع العجينه اللي احنا عاملينها، لونها واحدة اللون الأخضر، واحدة اللون الأحمر اللي هو فيها الفراولة، وفي اللي هو فيها القهوة أو البن. نبتدي نشكلهم كل واحدة كنوع مختلف. نجيب هنا هو الصاج اللي هنعملها فيه، وأكيد طبعا عشان الحجم بتاعها ديت بتكون مختلفة عن الحجم اللي احنا حشيناهم هنا، هتكون حجمهم أصغر. فممكن بالنسبة للي هي بتاعة الفستق ممكن نحط فيها شوية من الفستق جواها. يعني بجيب العجينة ونحط شوية فستق وبرضه بفردها بنفس الفكرة. وبعدين ديت بناخدها ونكورها على أساس إن أنا أعملها كور صغيرة، يبقى زي فكرة الغريبة. نحط كور صغيرة هنا وبسباي، ونحط قطعة فستق تانية. ناخد واحدة كمان نعمل لها حشوة من جوه، نحطها بالطريقة دي. وبعدين نجيب واحدة فستق في كل واحدة فيها. دي طريقة. الطريقة التانية ممكن استعمل اللي هي الفراولة. ناخد ديت ونعملها نفردها بالطريقة دي واخليها زي ما هي، يعني تبقى اسطوانة. ممكن نعمل واحدة ونعمل التانية وبعدين نشكلها في الصينية. يعني بعد ما بعملها بالحجم ده ناخدها نحطها هنا، وبعدين اجيب الاسطوانه هنا ودي بالشوكه. ممكن بضغط عليها بالشوكه واسحبها كده على اساس ديت واحده كده اهو، ناخدها ونسحبها كده. وبعدين نبقى نقطع دول احجام صغيره، يعني بتبقى حجم صغير مش كبير، يعني يا دوبك برده في حجم العجينه اللي احنا عاملينها او في حجم البقلاوه، لانه في حجم القريبه لانه كلهم هيستووا في مكان واحد. اما بالنسبه للغريبه العاديه اللي احنا متعودين عليها، انا ممكن ان هو بنجيب بعد ما بتاكد ان انا بقول ان انا بعملها عشان اطريها، ديت بتبقى حسب حجمها. ده الحجم اللي انا عايزه، ده حجم مناسب جدا، باخد الحجم دوت وبعملها بالطريقه دي على اساس انها بتبقى قرص. باخد القرص وادوس عليها كده، وديت ممكن يتحط عليها لو حبيته قطعه فستق. يبقى ديت ممكن تكون حجمها كبير او صغير لو حابين. ولو عملتها بنفس الفكره مع العجين هحط معاها بن، يبقى انا عامل واحده بالقهوه لو لقيتها مفروله بضغط عليها عشان تطرى على اساس انها فيها، ما بضيفلهاش حاجه بس اتاكد ان انا نعمل حجم مناسب هنا صغير. ناخد دي كده اهو، نتأكد انها كلها تداخلت مع بعضها، بنطريها شويه وبعدين بنفردها. وبعد ما بفردها بقفلها من هنا ونحط لها قطعه بن. يبقى عندي هنا البن، يفضل ان انا اخلي البن
من فوق باين، ودول هندخلهم الفرن. مش ما بتكبرش العجينه، ما بتكبرش. لو اتبقى معايا قطعه من ديت بلفها واحطها كده، واحده تانية اتلفت هنا، باخدهم الاثنين مع بعض وبيبقى ليهم لون تاني. يعني دول هما نفسهم ممكن يبقوا لونين داخلين في بعض او متداخلين في بعض، وممكن لو عايز اعملهم ننعمها شويه، ننعم دي وبعدين نفردها نحطها كده. فلو عندي على الكاونتر حتى كل الانواع، لانها كلهم من عجينه واحده، بحطهم نحط ديت كده، واخد واحده تانية بطريها بعملها بنفس الفكره، وبنحطهم بالطريقه دي ونلفهم على بعض، وبعدين بفردهم. يعني بعد ما بعملهم كده افردهم تبقى مفروده شويه، او نكورهم ويبقوا كور صغيرين، يعني تبقى بالالوان دي، تبقى ممكن تبقى مفروده او كور. والمهم نتاكد ان نفس العجينه ونفس الحجم يدخلوا في نفس درجه حراره الفرن، على اساس لما بسويهم الكبار بياخدوا سوى اكتر من الصغيرين، وفي الحالتين الكبار ممكن احطهم حوالي 20 دقيقه، الصغيرين حوالي 10 دقائق. لما بطلعهم هنا نحط هنا شويه من السكر البودره، وهي مسكره يعني بحط السكر بودره كتير، شويه هنا اهو، نحط عليهم شويه من السكر البودره، شويه هنا من السكر البودره. ولو حبيت الون الطبق حتى، يعني انا لو شلت كل واحده ممكن يكون هي دي لون تاني ممكن احطه هنا، ودي بتكون فكره الغريبه. طبعا ديت حجمها كبير، والمعتاد في الغريبه بيكون حجم الصغير، لكن احنا خدنا العجينه وقلنا نعمل بيها حشوات مختلفه. والغريبه اللي هي معموله بالبن او فيها اللون البني ديت بيبقى فيها شوكولاته ممكن لو حبيت او بن. نحط هنا كل واحده عاملينها، نرصها هنا مع شويه بن، نحطهم مع بعض. يبقى ديت نوع من انواع نفس عجينه الغريبه، بس ما تكتروش سائل كتير او ما تكتروش بودره كتير، ما تحطوش بودره كاكاو كتير. نحط ده هنا، وديت اللي هو فيها الفستق. وكنا عملنا الفراوله ديت، باخد الفراوله ناخدها ونكسرها هنا، دي بتبقى قطع صغيره، يعني دي بتكون اللون بتاعها وبتكون طريه لانها ناعمه جدا زي ما بيقولوا غريبه. نحطهم في الجناب، وممكن دي تقدم مع فراوله لو حبيته. وعندي شويه اللي هم عاملينهم بالفستق، كان فيهم فستق او كنت خلطت شويه فستق مع شويه البن، يبقى عندنا ديت من نفس العجينه. عندكم اكتر من اختيار من احلى واسهل انواع البسكوت، اللي هو لو المقادير ظبطت معاكم انتوا ممكن تطلعوا وتخترعوا حاجات كتيره. ناخد وقتنا ونرص الانواع المختلفه، عندنا كذا نوع وكذا طعم وكذا شكل، جربوهم وان شاء الله ينال رضاكم. شفنا واحنا بنعمل الغريبه واحنا بنعمل عجينه، اما بحطها يعني ممكن تنجب بالايد وبتتفرول، بعملها تاني بايدي، يعني مش محتاج ان انا استنى عليها في المكنه لغايه لما تتماسك مع بعضها. وبالنسبه لكل الطلبات اللي طلبت، حطينا كل حاجه مطلوبه مننا خلال الفقرات خلال الحلقه. وكانت اخت معسل امبارح اتصلت على الزلابي او المشبك، هتشوفهم دلوقتي موجودين على اساس ان احنا بنحاول نلبي كل الرغبات. لكن النهارده احنا لما ابتدينا حلقتنا عملنا مع بعض اكتر من حاجه. عملنا مع بعض اللي هو الطاجن، وكان فيه لحمه مفرومه عباره عن كفته سويناها او شويناها، وحطينا معاها طماطم. ديت ممكن تتقدم لو حبيت احط معاها الطماطم، حطيت معاها البيض على الجنب وبحط معاها صلصه طماطم، وممكن تتعمل من غير طماطم، ممكن استعمل دجاج بدل اللحمه. لو عايزين تعملوها كفته سمك او كفته دجاج ممكن تتقدم بنفس الطريقه. وديت كانت تلبية لبعض الرغبات. وكانت كمان الطلب لجنة الكشري الاسكندراني. الكشري الاسكندراني بأكتر من طريقة، هو بسيط وسهل، بيبقى الفكرة فيه
عدس مع رز متحمرين مع بصل في قلب الزيت، ودول بيتحط عليهم المية وبيستوي. ممكن بيتقدم معاه إما بيض زي البيض اللي احنا شفناه مسلوق بس بيتقلي، أو بيتعامل معاه الصلصة اللي بيبقى فيها كمون مع شوية من الزيت. فدي طريقة من الطرق اللي بيتقدم بيها. كانت سارة نزار سألت على أكلات اسكندرانية، وهنادي سألت على الكشري. اما الحلويات اللي احنا بنعملها، عملنا اكتر من حاجه. عملنا الحلويات اللي هي من كل البلاد تقريبا. الفقاس من انواع الحلويات المغربيه، اللي هو زي البسكاتي معمول باللوز، بيبقى اللوز حتت صحيحه فيه بيستوي على مرتين، مره بسويه بعد اطلعه اقطعه واكمل تسويته، ودوت ممكن يتاخد مع الشاي. وممكن لو عايز احافظ عليه زي بقيه الحاجات اللي انا عايز احافظ عليه بحطها في مكان جاف ومغلق باحكام. والنهارده عملنا مع بعض برضو كذا نوع من الحلويات اللي تنفع للعيد وتنفع لزي الباتش عجينه الشو، اللي هي عملنا منها الباريس بريست، اللي هي بدل الاكلير كان حجمها كبير وفيها فاكهه طازه ومحشيه بالكاسترد وفيها طعم البندق. وعملنا الغريبه برضو، استعملنا هنا ممكن بندق، استعملنا فستق، استعملنا فراوله قهوه، وممكن تتحشي قشطه زي ما شفتوا عملناها ومحشيه قشطه. يعني الحلقة مليانة حاجات للعيد، حاجات لرمضان، وإن شاء الله عندنا لسه بكرة حاجات تانية هنعملها. نعمل سويس رولز وهنعمل معاكم بيتي فور، بس ناخد اتصال. ألو، السلام ورحمة الله. أهلا أخت منى. حضرتك أنا كنت بتسأل بس على خلطة الكفتة. حضرتك بتسألي على إيه؟ معلش معذرة سامحيني، قلت إيه؟ خلطة الكفتة. خلطة الكفتة اللي أنا عملتها ديت تحت أمرك. تحت أمرك. كنت بدي اسال كمان على ازاي اعمل رقاق ويطلع صحه، ومكرونه بالبشاميل الافضل ما اعملها بالجبنه ولا من غير؟ تحت امرك، تحت امرك. بالنسبه للمكرونه البشاميل، لما تعملي البشاميل يعني ممكن تحطي نفس كميه الدقيق زي الزبده، معلقتين ومعلقتين، تحط عليهم كوبايه ونص حليب مع كوبايه ونص من المرقه، وبتبقى البشاميل الصلصه سايبه، ما بتحطيش، مش لازم تحطي جبنه. وبالنسبه للكفته، عشان اللي حط عليها بقدونس وبصل وملح وفلفل، ودي كانت الفكره في الكفته، شويتها وحطيت عليها مرق عشان تفضل طريه. اتمنى اللي عملناكم النهارده ينال رضاكم. وقبل ما اسيبكم، حضروا بكره هنعمل كبده، لو عندكم كبده بقري، مشاوي دجاج، وسويس رول مع بيتي فور. اتمنى لكم صوم مقبولا وافطارا شهيا. نشوفكم على خير ان شاء الله.